في الوقت الذي تتنافس فيه المدارس الخاصة للربح من دروس الدعم، نظمت جمعية سنابل الخير دروس دعم مجانا للتلاميذ الذين يعاني أهاليهم من ضائقة مالية أو من المحتاجين واليتامى. نظمت جمعية سنابل الخير يوم 15 أكتوبر أول كانت انطلاقة دروس تدعيمية لطورين الابتدائي والمتوسط. هذا بدورنا احنا مساعدة كل فئة. احنا رانا نشوفوا بلي كاين الناس يتقدم دروس تدعيمية خالصين، نشوفوا بلي 200 300 في الساعة، ولا كاين بعض المواطنين ولا محتاجين اللي ما يقدروش يخلصوا كامل التكاليف باش يساعدوا أولادهم لمواصلة دروسهم. حنا بدورنا كمجتمع مدني نقصوا عليهم، نقدموا لهم كل المساعدات اللي يحتاجوها إلى رعاية إن شاء الله. دروس تمس جميع الأطوار مع التركيز على التلاميذ المقبلين على الامتحانات الرسمية نهاية السنة. في كل عام تشرف جمعية سنابل الخير على دروس الدعم المجانية لفائدة اليتامى والمحتاجين، وأنا كمنسقة لدروس الدعم في الجمعية وأستاذة لمادة الرياضيات سنة الخامسة ابتدائي أشرف على تدريس مادة الرياضيات لسنة الخامسة ابتدائي، وذلك لمساعدتهم في التفوق واجتياز بشهادة التعليم. مبادرة من قبل جامعيين قد تكون سببا في إنقاذ مصير مستقبل هؤلاء التلاميذ الذين استحال عليهم توفير التكاليف الباهظة لدروس الدعم لظروفهم المعيشية الصعبة.